بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وبعد وبعد يتوهم بعض الناس أن في القرآن خطأ عندما وضع حرفا ما كان حرف في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع قالوا إن الواو هنا لمطلق الجمع يعني هو يتصور إن هذه الآية تدل على ان للمسلم ان يجمع بين تسع نساء فانكحوا لك فانكحوا ما طاب لكم نساء مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث يبقى خمس ورباع يبقى تسع لان اعتقد الواو لمطلق الجمع خلاص فيجوز ان يجمع بين الاثنتين والثلاث والاربع خلاص يبقى المجموع تسع بينما الشريعه الاسلاميه لا تجيز للمسلم ان يتزوج باكثر من اربعه او من اربع نسوه خلاص يا شيخنا الاول قبل ان ناتي الى الرد على هذه الشبهه اقول وبالله التوفيق نريد ان نعرب الايه الكريمه وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من نساء مثنى وثلاث ورباع ان حرف شرط جازم خفتم خاف مع فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك التاء تاء الفاعل ضمير مبني في محل رفع والميم علامه جمع الذكور جمله خفتم في محل جزم فعل الشرط ان خفتم الا تعدلوا يعني خفتم على عدم العدل إن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى لأنه ممكن الإنسان تكون عنده يتيمة هو يتولى أمرها وهذه اليتيمة عندما تكبر يعجب بجمالها فقد لا يعطيها ما يعطي غيرها من المهر فيخاف أن يظلمها فالقرآن يقول وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم يعني من النساء الاخريات. ومن عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت في هذه الايه الكريمه لما سالها سيدنا عروه عن هذه الايه قالت يا ابن اختي هي اليتيمه تكون في حجر وليها فيرغب في مالها وجمالها ويريد ان ينكحها بادنى من صداقها يعني باقل من مهرها فنهوا عن ان ينكحوهن الا ان الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق وامروا ان ينكحوا ما سواهن من النساء وعلى هذا التفسير تقدير الايه وان خفتم الا تقسطوا في في نكاح اليتامى اي الاناث منهن فحذف المضاف لان لان قوله بعد ذلك فانكحوا يدل على الايه؟ النكاح. طيب. فانكحوا ما طاب لكم يعني من غيرهن. هذا ما روته امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها. اما سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: فكما خفتم الا تقسطوا في اليتامى وهمكم ذلك فكذلك فخافف النساء الا تعدلوا فيهن وتتزوجوا اكثر مما يمكنكم امساكهن والقيام بحقهن، لان النساء كاليتامى في الضعف والعجز، هذا تفسير سيدنا عبد الله بن عباس. ابن قتيبة رحمه الله قال قال الله عز وجل لنا: فكما تخافون الا تعدلوا بين اليتامى اذا اكلفتموهم فخافوا ايضا ألا تعدلوا بين النساء إذا نكحتموهن فانكحوا اثنتين وثلاثا وأربعا ولا تتجاوزوا ذلك فتعجزوا عن العدل هذا هو التفسير الذي فسره الإمام ابن قتيبة رحمه الله يقول يقول الله عز وجل لنا للمسلمين فكما تخافون ألا تعدلوا بين اليتامى إذا أكلفتموهم فخافوا ايضا الا تعدلوا بين النساء اذا نكحتموهن فانكحوا اثنتين وثلاثا واربعا ولا تتجاوزوا ذلك فتعت فتعجزوا عن العدل، لان في الجاهليه كان الرجل يتزوج بعشر نسوه واكثر من ذلك. طيب ننتقل الى جزئيه اخرى فانكحوا ما طاب ما طاب ما لغير العاقل. فلماذا جاءت هنا رغم ان بعدها نسوة وهن عاقلات؟ لأن الأصل من للعاقل وما لغير العاقل. من للعاقل وما لغير العاقل. فلماذا جاءت ما هنا وبعدها عاقل؟ نقول أن أهل العربية اعتبروا هنا ماء مصدر. ما معنى مصدر يعني تؤول مع الفعل بمصدر فانكحوا ما طاب يبقى ما مصدريه حرف مصدري والفعل بعدها مؤول بمصدر معها يعني انكحوا الطيبه من النساء هذا هو المقصود وبعضهم قال ما اسم مصدر بمعنى الذي يعني فانكحوا الذي طاب لكم النساء هذه بالنسبه ايه لما طب نكمل اعراب الايه يما وقال الله عز وجل وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أن حرف المصدر ونصب ولا نافيه تقسطوا فعل مضارع منصوب بأن علامه النصب حذف النون واو الجماعه فاعل فانكحوا الفادي واقعه في جواب الشرط انكحوا فعل امر مبني على حذف النون لاتصاله بواو الجماعه واو الجماعه ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل انكحوا ما طاب يعني الذي طاب لكم النساء يبقى ما دين؟ نعتبر اسم موصول في محل نصب مفعول به الانكحوا او نعتبرها ما مصدرية يعني انكحوا الطيبه من النساء هذا هو اعراب لا ي... ناتي الى الشبهه التي اوردها بعض المستشرقين في ان الواو هنا لمطلق الجمع يعني ينكحوا اثنتين وثلاث و... واربع والمجموع تسع نساء وهذا ليس الشريعة لم تبحه يعني فكيف أباحته الآية هذا هو المقصود الشبهة التي أوردوها ابن الأنباري وهو عالم من علماء اللغة قال الواو هنا معناها التفرق وليست واوا جامعة الواو الجامعة سيدنا يعني اللي هي تعطف ما بعدها على ما قبلها وتفيد الجمع يعني فلما قل جاء زيد وعمر وخالد يعني كلهم جاءوا يعني دي تفيد الايه لكن دي تفيد في التفرق وليست واوا جامعه فاذا كانت بهذه الصفه قدر الفعل بعدها وكان التاويل فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وانكحوا ثلاثا في غير الحال الاول وانكحوا رباع في غير الحالين السابقين هذا معنى التفرق ولذلك يقول وهذا معنى قول النحاة أن الواو هنا للبدل يعني كان فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث كلمة ثلاث يعني بدل من اثنتين ورباع بدل من ثلاث ونعود إلى التوضيح أكثر فأقول وبالله التوفيق الأمر في قوله تعالى فانكحوا ده أمر الجماعة ليس لفرد فانكحوا فإن قال مدرس لتلاميذه افتحوا كتبكم أيعني هذا أن يأتي واحد ليفتح كل الكتب لا صح ولا لا إنه أمر لكل, لكل تلميذ أن يفتح كتابه إذا الخطاب في قوله تعالى فانكحوا خطاب للجماعة وليس خطاب للفرد. خلاص؟ وبعدين فمقابلة الجمع بالجمع تقتدر قسم أحد. يعني عندما يقول الأستاذ للتلاميذ افتحوا كتبكم إذا كل واحد هيفتح الكتاب الذي أمامه. فربنا سبحانه يخاطب جماعة المسلمين كلهم يقول فانكحوا. ما طاب لكم الذي طاب لكم النساء مثنى مثنى ده عدد معدول عدد معدول عن اثنين اثنين وثلاث عدد معدول عن ثلاثة ثلاثة ورباع معدول عن ايه؟ سلق. أربعة أربعة إذا العدد المعدول بي بين الهيئة فانكحوا ما طاب لكم من نساء طيب الخطاب كما قلنا للجمع فهذا يقدر أن ينكح اثنتين وهذا يقدر أن ينكح ثلاث وهذا يقدر أن ينكح أربعة لأن الخطاب للجمع وليس وليس مفردا لو كانت مفردة تبقى تطلق تبقى للجمع يعني يجمع بين التسع لكن الخطاب للجماعة فكما قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسم أحد خلاص إذا الخطاب موجه للجميع فمن يقدر منكم على نكاح اثنتين فلينكح اثنتين ومن يقدر على نكاح الثلاث فليفعل ومن يقدر على نكاح الاربع فليفعل خلاص يا سيدنا يبقى ده ادي ايه التوجيه الاول واضح يا مولانا طيب الواو هي بمعنى بدل التوجيه الثاني فانكحوا ثلاثا بدل من مثنى ورباع بدلا من ثلاث خلاص وليست الواو كما قلنا لمطلق الجمع أظن وضحت الآية هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم